السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. العمل تحدد موعد اطلاق الوجبة الثالثة للمشمولين بالحماية الاجتماعية. اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موعد اطلاق الوجبة الثالثة من المشمولين بالحماية الاجتماعية، فيما اشارت الى استمرارها بصرف البطاقات الذكية للمشمولين بالوجبتين الاولى والثانية. وقال رئيس الهيئة احمد الموسوي ان هيئة الحماية الاجتماعية اطلقت الوجبة الاولى والثانية لاكثر من 180 الف اسرة شملت بالرعاية الاجتماعية، مبينا انه بعد اقرار الموازنة التي ينتظر وصول تعليمات صرفها فإن الهيئة تجري التحضيرات لإطلاق الوجبة الثالثة للمشمولين. وأشار إلى أن الهيئة سترسل بيانات الأسر المشمولة بالوجبة الثالثة إلى وزارة التخطيط خلال الأسبوع الحالي، بعد أن أنجزت الهيئة كافة الإجراءات الفنية ومعالجة القيود على قاعدة البيانات، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الأسر المشمولة وتواريخ مراجعتها قبل نهاية الأسبوع. أضاف أن الهيئة مستمرة بصرف البطاقات الذكية للمشمولين بالوجبتين الأولى والثانية، حيث وصل العدد إلى أكثر من 120 مصدر لغاية الآن، أبرزها زيادة رواتب الموظفين، قرارات جديدة لهيئة الرأي في وزارة الصناعة. أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل الاجتماع الرابع لهيئة الرأي للعام الحالي، فيما تضمنت عدة توجيهات لتحقيق أهداف وتوجهات الوزارة. وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم ترأس الاجتماع الرابع لهيئة الرأي للعام الحالي 2023 بحضور الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في دوائر الوزارات والتشكيلات العامة التابعة لها لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. واستهل الاجتماع بمراجعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث للهيئة وإصدار عدد من التوجيهات. تضمنت التوجيهات زيادة وجبات العمل للمشاريع ذات الأهمية لضمان سرعة الإنجاز ومنح كتب الشكر والتقدير للأعمال المتميزة والإبداعية والمهام التي تنجز خارج أوقات الدوام الرسمي، ومنح أولوية لزيادة نسبة المساهمة في رواتب الموظفين بغية تحقيق أهداف البرنامج الحكومي وتشكيل لجنة من الدوائر الإدارية والدائرة الاقتصادية في الوزارة بإشراف المستشار العلمي لإعداد ضوابط وآلية احتساب نسبة المساهمة لغرض اعتمادها. وشدد الاجتماع على الالتزام بالضوابط والتعليمات والقوانين الحكومية عند تنفيذ المخاطبات، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وتضمنت موضوع فك ارتباط مصنع الرضوان من شركة الفارس العامة وإلحاقه بشركة أدوية السامراء لإعلانه كفرصة لإقامة مدينة صناعية دوائية انسجاما مع التوجه الحكومي لتوطين الصناعة الدوائية. وتمت التوصية بإعادة دراسة الموضوع قبل هيئة المدن الصناعية وشركة الفارس العامة بالتنسيق مع شركة أدوية السامراء، وأخذ الموافقات البيئية لتحويلها إلى مدينة صناعية دوائية وغذائية لغرض السير بالإجراءات الإدارية والقانونية. واستعرض الاجتماع موضوع المؤشرات المالية لشركات الوزارة لعام 2022، وتمت التوصية بتشكيل فريق لتقييم التقارير المقدمة مع التوجيه وضع خطط واقعية بالإمكان تنفيذها، وموضوع إقامة الأنشطة العلمية من قبل هيئة البحث والتطوير الصناعي. وتمت الموافقة على تخصيص المبالغ اللازمة من حساب البحث والتطوير لإقامة المؤتمرات العلمية وإنجاز الأبحاث العلمية من قبل الهيئة المذكورة.